بتك بعض المتشائمين معانا طبعا الكواليس من هناك لعيبه النادي الاهلي في الفندق واعتقد في طريقها في طريقها الملعب المباراه ان شاء الله باذن الله يعني نتمنى التوفيق باذن الله رب العالمين لعيبه النادي الاهلي اللي بصراحه يعني بندي لهم كل التحيه والتقدير والاحترام وعلى فكره في كلام هتكلم عليه بس بعد في فاصل بسيط كمان شويه هتكلم عليه بعد الفاصل كامل التقدير والاحترام والدعم والمساندة للجهاز الفني كامل التقدير والدعم والمساندة لمجلس إدارتنا بقيادة الكابتن محمود الخطيب الأهلي منظومة مش موجودة في أي حتة هنا مش موجودة في أي حتة يضاهي مستويات الأندية الأوروبية الأندية العالمية اللي احنا بنسمع عنها ريال مدريد وبرشلونة والمان سيتي ومان يونايتد وليفربول هو ده النادي الأهلي انت ناديك نادي كبير جدا 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 وعنده تحدي كبير جدا زي ما حضراتكم شايفين في كل البطولات هو ده النادي الاهلي بيطلع من بطوله يدخل في بطوله يطلع بطوله يدخل في بطوله وبطولات عالميه بطولات قاريه هو ده النادي الاهلي اللي مش عارف لا لا بس هو كل عارف طبعا قيمه النادي الاهلي وعارف عظمه النادي الاهلي لكن في ناس بتحاول تحبط بتحاول تيأس اللي هو مش عارف يوصل لمكانك بينتقدك وخلاص بيبص على السلبيات ايوه صحيح بمناسبه السلبيات النادي الاهلي عنده افضل من كده النادي الاهلي افضل من كده بكتير وبعض الظروف الخارجيه هي اللي بتؤدي للمنظر او للشكل في بعض الاحيان اللي احنا بنشوفه ان احنا ما بنبقاش راضيين عنه كان ممكن نعمل افضل من كده وكان سهل الماتش اللي فات عشان كده كلنا زعلنا ان احنا كان ممكن نوصل للنهائي واحنا كنا افضل والشوط الاول كنا افضل وكون الشوط الاول كنا نقدر في ماتش فلومينينسي البرازيلي لكن قدر الله ما شاء فعل قدر الله ما شاء فعل لكن في النهايه نادي الاهلي نادي كبير نادي الاهلي بيشرف الكره المصريه والافريقيه والعربيه هو افضل مندوب لمصر والقاره الافريقيه اوعى حد يحبطك ويقول لك بس مش عارف الناس بتقول ايه على لا 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 انتوا عندكم مش عارف مشاكل في كذا لا انتوا في مشاكل بين اللعيبه وبعضها في مشاكل بين اللعيبه والجهاز ده مجلس الاداره مش عارف هقول لحضراتكم بس بعد الفاصل عشان عايز اتكلم براحتي خمس دقايق بس الكلام ده مش موجود في النادي الاهلي ابدا الكل بيشتغل علشان مصلحه واحده بس مصلحه النادي الاهلي مصلحه النادي الاهلي المنظومه على فكره منظومه النادي الاهلي على راسها مش مجلس الاداره ولا اللعيبة ولا الأجهزة الفنية لا على رأس المنظومة جمهور عظيم جمهور رزق ربنا بعته لنا جمهور النادي الأهلي رزق من عند ربنا نعم نعمة من نعم ربنا علينا جمهور النادي الأهلي فجمهور النادي الأهلي مفيش حد انت عارف طبعا معانا في الصورة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق هم يعني بيشدوا على ايد اللعيبه ان شاء الله باذن الله رب العالمين يكون ماتش المكسب وماتش الميداليه البرونزيه والمركز الثالث باذن الله رب العالمين وضروري جدا 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 وجود الكابتن محمود الخطيب كرئيس مجلس اداره جنب لعيبه هو ما بيأثرش ولا مجلس اداره بيأثر بصراحه يعني معظم اعضاء مجلس اداره دايما متواجدين مع اللعيبه في جميع المحافل سواء في القاهرة محافل محلية أو في المحافل القارية والدولية دايما متواجدين دايما بيسعوا لإنهاء أي مشكلة بتحصل سواء للجهاز الفني أو اللاعبين وسيبوكم من الكلام اللي بيتقال بره أو من الكلام اللي هم بيحاولوا يحبطونا بيه أو يحاولوا يشككوا في العلاقة ما بين فلان وفلان العلاقة ما بين كذا ومجلس الإدارة العلاقة بين لا مفيش الكلام ده عندنا أصلا أبدا في النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين اللعيبه كلها ان شاء الله باذن الله باذن الله تركيز نشوفه في الملعب النهارده كلنا ثقه في الجهاز الفني وفي لاعبتنا ان شاء الله بالفوز النهارده والرجوع بالميداليه الذهبيه الميداليه البرونزيه هم مش هيرجعوا على مصر بقى هم يعني عشان تشوفوا بس